جماعه مخنثين، شفنا لباس واحد يلبس بيجامه تاع اختو، واحد يلبس تريكو دي باردور مش عارف تاع 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 عشيقته، واحد اللي لابس لي صباط تاع بنت اختو. جبتونا غير للمخنثين. انا الان نطرح سؤال على رئيس لجنه الثقافه في البرلمان، لانه لو كان عندنا نواب مجلس شعبي محترمين وعندنا رئيس لجنه الثقافه والتربيه ولا الثمار الصغير هذا في المجلس الشعبي الوطني، من المفروض هذا اول حاجه يديرها اجتماع طارئ، اجتماع طارئ لاعضاء اللجنه ومساءله وزير الثقافه على هذا التهريج، على هذا الكرنفال تضيع ملايير من اجل باش يجون المخنثين يمثلوا الثقافه الجزائريه. مخنثين يمثلون الثقافه الجزائريه. اين هم نواب المجلس الشعبي الوطني؟ اين هم اعضاء لجنه الثقافه في البرلمان؟ الطحين في الصحين ما كان والو، الطحين في الصحين ما كان والو. نعاود نرجع حتى لرئيس لجنه الصحه اللي دافعت عليه السمانه اللي فاتت، هذا النائب هذا اسمه تاع سطيف ولا اسمه اللي قلت باللي قال كلمه، هذا رئيس لجنه الصحه. انا نقول له السؤال، من المفروض مساءله لوزير الصحه لوزير الشؤون الاجتماعيه، وزير العمل والشؤون الاجتماعيه، وزير الصحه ووزير العمل والشؤون الاجتماعيه، على اي اساس؟ على اي اساس اعتمدت رئيسه الهلال الاحمر قرار تعيين الرقصات تاع تيك توك والانستغرام سفراء؟ على اي اساس؟ ما هي المعايير؟ هذا دور لجنه الصحه، نعم دور لجنه الصحه والعمل والشؤون الاجتماعيه في البرلمان اللي رئيسها هذا اسمه وراني مركز اسمه السعيد، او انا عندي اسمه يا اخي كنت تكلمت عليه، والله والله راني جبته، سعيد حمسي. سعيد حمسي رئيس لجنه الصحه، ولا انا شكرتك سعيد حمسي لما قلت كلمه في لفلان وقلت باللي هذا قال كلمه حق، لكن الان لومك لانك انت المسؤول على قطاع الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل وكذا وكذا في البرلمان، من المفروض مساءلة لوزير الصحة ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، على أي أساس؟ هذه الكاري هذه الزريبة هذه تاع الهلال الأحمر تعتمد هذا الخرطي هذا عين هذا سفير وعين هذا مش عارف خرطي، وعلى أي أساس؟ ما هي المعايير؟ هل لتشطح بالمؤخرة تاعها في تيك توك وتعري لي صدرها في الانستغرام نعتمدوها هذه تمثل الجزائر كسفيرة؟ واش الكرنفال تاعكم؟ نفس الشيء الان جماعة الارهابيين المتطرفين دايرين قصه على النقاب، استاذه في جامعه الجزائر تطرد طالبه لانها دايره النقاب وتقول باللي قال الدور الحاله ولا دور الاسلاميين. ايه ما فهمتش انا هذا، ما فهمتش انا السوق هذا تاعكم، هي نقابي ممنوع نقابي ممنوع ممنوع النقاب، كاين تعليمات تقول ممنوع ممنوعة تعليمها في 2018، النقاب ما هنا في الدين في الإسلام ما كانش، أعطوني آية في القرآن تقول دير نقاب، قلنا حجاب معليش أماتنا أخواتاتنا أصحاباتنا بناتنا يحبوا يديروا الحجاب الله يسلمهم، دير الحجاب ما عندهاش مشكل، أنا واحد من الناس في العائلة تاعي يديروا الحجاب كامل، بصح أنا ندير واحدة النقاب من العائلة تاعي ما نستعرضش بها، أنا ما نسلمش حتى عليها، لا بنتي لا بنت خويا لا حتى نقاب، هذا تاع صدر ربي ما كاينش، انا كاين واحد وقيلا بصح شفتهاش قالوا لي برك دير نقاب، واحد من العائله تاعي قسما بالله العظيم لو كنت نتلاقى معها فاس فاس قسما بالله نقطع ولا على وجهها، حتى تكون مرت راجل متزوجه قسما بالله نقطع ولا من عند وجهها ونعطيها بكف، واللي يحب يفتي يجي يفتي لي، اعطيني هذا النقاب وين كاين، هذا من ناحيه الموضوعاتيه ولا الموضوعيه ولا الموضوع خطوجيه، اعطيني حاجه في الدين تقول بلي النقاب هذا كاين. الان نهضروا من الناحيه القانونيه، دوك انا استاذه ولا استاذ دخلت الجامعه جاي قاري تجي واحده دايره بالنقاب وشكون هذه؟ استاذ لازم يعرف التلاميذ تاعو والطلبه تاعو، قال انت شكون؟ قال اسمي مسعوده، بس ما نشوف فيك نشوف في نشوف في شكاره تاع حشك تاع الزبل راهي قدامي انا كحله كل، ما نشوف فيك انا شكون انت؟ عطيني وجهك نشوف كاسي، لا لا انا داير النقاب مش... شكون اللي يقول لي بلي انت هو انت ولا انت هو انت ولا مش عارف نقسم، انا كي تقول لي انا اسمي مسعوده ولا اسمي خيره ما شفتكش انا، مش نشوف فيك، مش نشوف فيك انا، لازم نشوفك انا باش نقدم محاضره للطلبه لازم نكون نشوف فيهم، شوف فيا نعرفهم، لازم نكون نعرفهم. اذا الاستاذه كي قالت للطالبه هذه قالت لها باللي نحي نقاب،
نحيه او ما تحضريش عند المحاضره خرجي ما نقريكش انا ما نخرجش. بالاضافه الى كاين تعليمه كاين قانونها وين تعليمه في 2018 واضحه وصريحه واضحه وصريحه هي التعليم وشني اعتبارا لما سبق لانه هذا راهو كاين فوق كاين واجبات الموظف عليها كاين تعليمه صارت في 2018 الوظيفه العمومي فونكسيون بوبليك بعثها كامل الادارات كل واجبات الموظفين والاعوان العموميين في مجال اللباس الى الساده كذا كذا الوزراء والساده الولات والساده كذا والساده كذا اللي راهي بالاطار الاحمر قال لك باللي ارتداء كل لباس يعرقل ممارستهم لمهام المرفق العام لا سيما النقاب الذي يمنع ارتداؤه منعا باتا في اماكن العمل. 2018 كان تعليمه تعليمه للوظيف العمومي كامل منعا باتا من لباس هذا اللي يجيني انا لباس هذا تاع لباس الافغاني هذا اللي مكحل لي عيني وطلق لي اللحيه ولبس لي السروال القميص مقنقص عليه مش عارف شنو نطلعوا الفوق ومنا وهذاك اللبس هذاك اللباس الافغاني ممنوع ممنوع النقاب ممنوع حجاب مسموح حجاب تلبسي حجاب قندوره وخمار مسموح اوكي الله يسهل هنا الحريه الشخصيه نعم لكن النقاب الذي يعرقل لان هذا يعرقل اولا يعرقل ثانيا يلفت الانتباه واحده متنقبه من بين لو في تياتر معمر فيه 40 ولا 50 طالب واحده متنقبه وشنو يعني من زينك الفتان تغطي في شواربك وتغطي في خدودك اعطيني ايه تقول باللي اجتهاد في الدين يقول لك باللي الشعر ممكن واثناء الصلاه لانه انا كي سالت اثناء الصلاه تقابل ربي لابسه خمار تستر روحك اثناء الصلاه اللي واجب شرعا اما غير الصلاه حريه شخصيه حريه شخصيه تلبسي تنحي هذيك حريتك لكن نقاب ممنوع داخل الجامعه او داخل الاداره او داخل اي مكتب ممنوع كاين تعليمه قانونيه اذا الاستاذه طبقت قانون دوك الاستاذه هذه ملحده لائكيه قبيليه عربيه كافره مسيحيه يهوديه هذا امر اخر الاستاذه اعتمدت على قانون القانون اللي يعطيها حق انها تمنع اي طالبه من حضور الدرس او حضور المحاضره بالنقاب يسمح لها القانون اذا هؤلاء المتطرفين الارهابيين حبوا يستغلوا لنا هذا الخرطي هذا يعني تاع النقاب الاستاذه ويدخلوا لنا دركا الدين في السياسه ويدخلونا في الاداره ويدخلونا ويديروها لنا حديثه يديروها لنا هضره مثل هاته القصص في الاحرام لا يجوز للمراه ارتداء شيء يغطي الوجه ايه ها وين هذا واحد حاج من الحجاج قال في الاحرام في بيت ربي ما عمرنا شفت مكه المكرمه عمرنا ما شفت واحد يدير نقاب احرام لازم يكون وجهها باين قدام ربي بيت ربي بيت ربي يكون وجهها باين تجيني في جامعه الجزائر تلعب لي دايره نقاب بعد كاك نوضوا تنوضوا للارهابيين متطرفين ينوضوا يقول لك هاو ضد الاسلام وضد لا 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 انا حذرت وانا اعيد واحذر عودة المتطرفين والإرهابيين تسبب خطر على الأمن العمومي على الأمن القومي ونحن على أبواب نحن على أبواب فتنة عظيمة ما لم نضع حد لهؤلاء المتطرفين الإرهابيين يخرج لنا واحد إرهابي عايش في قطر في الدوحة يمنع الموسيقى في الجزائر ويصفق الموسيقى في قطر هذا بطنين ويخرج لنا واحد آخر بوزاخ ديالو يسموه ثاني يطرح مساءلة الأساتذة علاش النقاب هؤلاء الصحابيين الإرهابيين أنا تجد في الفانز بحرضهم للعرب والضرار ونسميكم الأسماء تتعانى أنتم إرهابيين أنتم متطرفين إرهابيين تديروا فتنة ذلك أنا ندير مساءلة لأنه أستاذ ذاك الطالب نحي النقاب نحي النقاب نحي النقاب وما عندكش العرق ودي برا هاي كاين تيكي مواليك وخرج برا إرهابيين يا طحاحنا يا مرخص ما خوفناش من بياتكم الارهابيين خاف من ولادكم ومن نساكم يا طحاحنا هذا تطرف هذا تطرف ومحاولة خلق فتنة في المجتمع الجزائري وانا اقول هذا الكلام بكل حرقة لان النظام السياسي فاشل
السياسي الفاشل، ما كاش رجال اللي حبسوكم عند حدكم يا إرهابيين، لأنكم تساهلتوا مع الزحليقة والبحليقة والجماعة اللي يقضوا صالحهم دارين 20 شركة لولادهم وكي يمرضوا روحوا اسطنبول يداووا، تساهلتوا معهم، لهذا السبب اللي خرجوكم متطرفين. حبس قسم هذا الإرهاب، حبسوا ولعبوا دوركم وراء وراء رب العمل. هذا سيدي ناصر تاع الشكوبي هذا، وهذا تاع الأمن الوطني، وهذا تاع الدرك الوطني، وراكم وراكم ربع قرودة تاع إرهابيين يخوفوكم، ربع قرودة تاع إرهابيين هذو يرعبوكم. لما تركهم قاعد على الفيسبوك هذا دخل قسمكم الحبس، الرجال اللي حاربوا الإرهاب دخلوهم الحبس وتحكموا عليهم ب 10 سنوات حبس بتهمة فساد، لأنه دا أبارتمون دا لوتيرا دا كذا دا كذا دا لينكو تاع 14 بوتفليقة، هذو تحاسبوهم. بينما الإرهابيين الذين يدعون للفتنة والخراب، أنا شايف اللي كان مؤامرة، أنا شايف اللي كان مؤامرة، وأنتم مسؤولي الأمن تتحاسبوا يوم القيامة عليها لأنكم ساكتين عليها، لأنه كنا ما عرفوكمش نقولوا باللي متواطئين مع الإرهاب. الحمد لله نعرفوكم، نعرفوكم باللي ناس حاربتوا الإرهاب وضد التطرف، لكن تسامحكم على الإرهابيين هذا المتطرفين يجعلنا نطرح ألف سؤال: هل هناك